نحييكم إلى جولة إخبارية جديدة وفي عناوينها: الرئيس الإيراني يجدد التحذير بأن طهران سترد بشكل هائل وواسع وموجع على أدنى عمل يستهدف المصالح الإيرانية. انقسام داخلي في إسرائيل حيال الرد على إيران، واجتماع جديد لكابينة الحرب اليوم على وقع الخلافات بين أعضائه. البيت الأبيض يؤكد أن إيران قصدت إحداث أكبر دمار ممكن في إسرائيل، وينفي أي علم لواشنطن بتوقيت الضربة الإيرانية وأهدافها وطبيعتها. لليوم السادس استمرار القصف والاشتباكات في المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال تحاصر مدارس تأوي نازحين في بيت حانون شمال القطاع. شهيدان وإصابات بهجوم دام لمستوطنين على عقربة جنوب نابلس، وحملة اعتقالات ومداهمات في قلقيلية وجنين ومخيم بلاطة. تكتم إسرائيلي شديد على خسائر قوات جولاني بعد الكمين النوعي للمقاومة الإسلامية في لبنان بدورية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. أهلا بكم في التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن العمل ضد مصالح إيران سيقابل برد هائل وواسع النطاق ومؤلم ضد جميع مرتكبيه. وفي اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد الثاني، قال رئيسي إن دعم بعض الدول الغربية الأعمى للكيان الإسرائيلي هو سبب التوتر في المنطقة، مشيرا إلى أن عدم إدانة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق دافع طهران إلى الدفاع المشروع عن مصالحها وفق ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. رئيسي شدد على ضرورة أن تتخذ الدول الإسلامية إجراءات ردعية لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة المستمرة بدعم الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي حذر من أنه إذا تخطت أي جهة بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا خطوط إيران الحمر فسيجري الرد عليها بطريقة أقوى وأشد قسوة، وأضاف أن إيران تنصح تلك الدول بالتوقف عن دعم الكيان الإرهابي وقاتل الأطفال الذي يتجه إلى الزوال، ودعاها إلى التحلي بالعقلانية وعدم إدخال نفسها في النيران من أجل إسرائيل. شكارجي أشار كذلك إلى أن إيران لا تريد الحرب ولا تبحث عن توسيع نطاق الصراع. مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني أكد أن الرد الإيراني على أي هجوم إسرائيلي محتمل سيكون أشد وأوسع نطاقا وخلال ثوان، ولم ينتظر الإسرائيليون 12 يوما لتلقيه. الخطأ الكبير الذي ارتكبه الصهاينة خلال جريمتهم في دمشق يتمثل في فتحهم المجال أمام إيران لاختبار قوتها العسكرية. لو لم يرتكب الصهاينة تلك الجريمة لما توفرت هذه الظروف، وإن كانوا يتحلون بالعقلانية فإنه يجب عليهم ألا يرتكبوا الخطأ الثاني، لأن الرد الإيراني سيكون أشد وأقوى وأوسع نطاقا، وهذه المرة لن تكون أمامهم فرصة ل12 يوما. في الحقيقة سيتلقون الرد هذه المرة خلال ثوان لا ساعات أو أيام. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل الميادين في طهران سياوش فلاحبور. مرحبا بك سياوش، ماذا في جديد المواقف، وأيضا كيف تنظر طهران إلى نبرة التهديد التي يصفها البعض إسرائيليا تجاه إيران؟ تحياتي لك. بالفعل خلال الساعات الماضية واليوم الماضي ارتفعت وتيرة التهديدات والتحذيرات الإيرانية ضد أي عمل عسكري محتمل يطال الأراضي الإيرانية وحتى المصالح الإيرانية في المنطقة بشكل ملحوظ. يعني كما جاء في التقارير على الصعيد الدبلوماسي، إيران تشهد كثافة عالية في حجم الاتصالات التي تجري بينها بين وزارة خارجيتها مع عدة جهات دبلوماسية دولية وإقليمية، بالتحديد وزير الخارجية الإيراني حسين
الحسين أمير عبد اللهيان يوم أمس أجرى أكثر من 10 اتصالات هاتفية مع جهات وشخصيات دولية وإقليمية بارزة، الأمين العام للأمم المتحدة، وزراء خارجية روسيا والصين، أيضا وزراء خارجية عدة دول عربية، تركيا، إلى جانب بعض الدول الأوروبية. نقل فيها أمير عبد اللهيان رسالة واضحة بأن إيران وقواتها المسلحة وقواتها العسكرية لن تتسامح مع أي تحديد، مع أي خطوة عسكرية محتملة ردا على العملية الكبيرة التي نفضتها إيران والقوات المسلحة الإيرانية الوعد الصادق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأن تلك الضربة الإيرانية جاءت ردا على العدوان الذي طال القنصلية الإيرانية في سوريا، وكانت في إطار الدفاع عن النفس وحق المشروع الإيراني للدفاع عن النفس. فبالتالي إيران لن تتسامح مع أي خطوة عسكرية في هذا المجال. إلى جانب ذلك هناك أيضا عدة تحذيرات وتهديدات جاءت على لسان القيادة العسكرية الإيرانية خلال الساعات الماضية، بالتحديد على عميد علي رضا شكارتشي وهو المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، وهو لا يتحدث عادة بشأن القضايا الخارجية، ولكن هذه المرة أطلق تحذيرات ربما غير مسبوقة موجهة لقادة الدول الغربية من أي تعامل مع إسرائيل في أي خطوة عسكرية ضد إيران وضد مصالحها، وحذر هذه الدول الغربية بعدم إدخال نفسها ومصالحها في أزمة مع إيران وفي أي مواجهة عسكرية مع إيران، لأن كل القواعد الغربية للقوات العسكرية الغربية المنتشرة في المنطقة تقع في مرمى نيران الصواريخ الإيرانية. أيضا وزير خارجية إيران، مساعد وزير خارجية إيران وعدة مسؤولين إيرانيين آخرين أكدوا بأن الضربة الإيرانية كانت يمكن أن يكون أكثر نتاقا، أوسع نتاقا، وأشد شدة خلال عملية الوعد الصادق، ولكن الهدف من تلك العملية فقط كان إيصال هذه الرسالة بأن الأسلحة الإيرانية إلى أي مدى قادرة على الوصول إلى العنق الإسرائيلي، إلى أي مدى قادرة على اختراق جميع الأنظمة الدفاعية الجوية لدى العدو الإسرائيلي، وكذلك كافة الدول الغربية التي ساندت إسرائيل في تلك المعركة ووقفت إلى جانب الإسرائيل، انخرطت قواعدها العسكرية وأنظمتها الدفاعية للدفاع عن إسرائيل، ولكنها فشلت أمام الصواريخ الإيرانية والمسيرات الإيرانية، بالرغم أن إيران لم تستخدم أسلحة متطورة كبيرة جدا في هذه العملية. لا يعني بالتحديد نتحدث عن صواريخ مثلا شهاب، صواريخ سجيل، هذه الصواريخ الرئيسية الاستراتيجية الإيرانية لم تستخدم في العملية الإيرانية التي استهدفت العمق الإسرائيلي. فبالتالي إيران تقول في رسالة واضحة بأننا في هذه المرحلة الأولى استخدمنا أسلحة متواضعة مقارنة مع الأسلحة الاستراتيجية التي نملكها، وإذا قامت إسرائيل، أقدمت إسرائيل بأي خطوة عسكرية إضافية، فإيران سترد عليها بضربة أشد غصبة وأوسع نطاقا باستخدام أسلحة أكثر تأثيرا لاستهداف العمق الإسرائيلي. هناك عدة تحذيرات، هناك رسائل واضحة تطلق من قبل المسؤولين الإيرانيين، هي شديدة اللهجة فعلا من مقبة أي خطوة عسكرية إضافية من قبل إسرائيل. تحدثنا مع بعض المصادر العسكرية والأمنية في إيران، هناك بعض المصادر الغربية تتحدث عن ربما بأن إسرائيل باتت مصرة للقيام بأي خطوة عسكرية من أجل الحفاظ على ماء الوجه، ولكن هذه المصادر الإيرانية تحدثت بأن الردع الإيراني يقوم على الهجوم ولا يقوم على الدفاع، فبالتالي إيران سترد بشكل أكثر كثافة وأكثر شدة وأوسع نتاقا. لكن بخصوص هذه الفكرة، وهناك حديث إيراني رسمي بأن هذه المرة سيكون الرد أكبر أولا وأسرع. نعم وأسرع، كما ذكر ذلك مساعد وزير خارجية إيران علي باقري كاني وهو كبير المفوضين في الملف النووي أيضا، يعني هناك ملاحظات في هذا المجال أيضا، هو أكد بأن هذه المرة الرد الإيراني سيأتي خلال ثوان، لأن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب، هي جاهزة تماما للرد على أي خطوة عسكرية إضافية، وهذه المرة الضربة العسكرية الإيرانية لن تكون مجرد إيصال رسائل للجانب الإسرائيلي وربما استهداف بعض القواعد التي انطلقت منها الهجمات الإسرائيلية والغارات الإسرائيلية ضد المصالح الإيرانية. هذه المرة الرد الإيراني سيكون أسرع خلال ثوان وباستخدام أسلحة أكثر تأثيرا لاستهداف المنشآت الحيوية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. نعم، شكرا جزيلا لك سياوش فلاحبور مراسل الميادين في طهران.
حزمة اتصالات من الشرق والغرب ومن عواصم أوروبية وإقليمية تلقتها الدبلوماسية الإيرانية بشأن التطورات في المنطقة بعد الرد على استهداف القنصلية في دمشق. الخارجية الإيرانية أكدت أن إيران لا تسعى إلى إثارة التوتر في المنطقة، لكنها سترد بقوة أكبر على أي تجاوز لخطوطها الحمر. أحمد البحراني والتفاصيل. إنها لحظات الإطلاقات الأولى لبدء هجوم الرد الواسع لحرس الثورة على مواقع عسكرية في الأراضي المحتلة. عملية عسكرية غير مسبوقة خلفت أضرارا بالغة في قاعدتين جويتين إسرائيليتين وفق الإعلام الغربي، دفعت عواصم إقليمية وأوروبية إلى تكثيف اتصالاتها الدبلوماسية بطهران لخفض تصعيد. وهكذا ردت الأخيرة. إقدام جمهورية إسلام إيران. إيران لا تسعى لإثارة التوتر في المنطقة، وهي ملتزمة بالكامل بالمقررات الدولية، لكنها سترد بقوة أكبر وحزم أكثر مستقبلا على أي اعتداء أو تجاوز لخطوطها الحمر. تحذير صريح سبقه تحذير أشد من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مفاده أن الجمهورية الإسلامية سترد على أي اعتداء إسرائيلي محتمل آخر بعشرات أضعاف من القوة. خطاب إيراني جديد يعكس المعادلة الإقليمية الجديدة التي رسختها ليلة المسيرات والصواريخ. رغم كل الإمكانات التي استخدمها الصهاينة وحلفاؤهم لصد هجومنا، حققنا الهدف. إيران قوة كبيرة لا يمكن إلحاق الهزيمة بها، وقد غيرت المعادلات الإقليمية. الولايات المتحدة أدركت قوة إيران الاستراتيجية ووصلت إلى هذه القناعة منذ يوم أمس. مواصلة الصراع مع الجمهورية الإسلامية سيعرض مصالحها والمصالح الإسرائيلية للخطر. بمعزل عن أسبابها وتبعاتها، لا يختلف اثنان في إيران أن عملية وعد صادق مثلت بداية تاريخ جديد للجمهورية الإسلامية والمنطقة، حدث دفع المواطنين في طهران والمدن الإيرانية للخروج إلى الشوارع احتفالا. يؤكد الإيرانيون أنهم حققوا مكاسب معنوية ليست أقل من السياسية والعسكرية من الرد على إسرائيل، ولا شك أنها ستنعكس على مسار النضال الفلسطيني ضد الاحتلال. أحمد البحراني، طهران، الميادين. بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال اتصال هاتفي مع وزير الأمن الإسرائيلي يوف جالانت تداعيات الرد الإيراني على إسرائيل. ووفق بيان للبنتاغون، شدد أوستن لجالانت على دعم الولايات المتحدة الثابت لتل أبيب، وجدد تأكيد الهدف الاستراتيجي المتمثل في الاستقرار الإقليمي بحسب البيان. من جهته، قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن إيران لم تقدم تحذيرات إلى الولايات المتحدة بشأن الإطار الزمني لشن هجوم على إسرائيل أو عن أهدافه المحتملة، وأشار إلى أن بلاده تبادلت الرسائل مع إيران، لكن لم تكن هناك أي رسائل بشأن الإطار الزمني للهجوم الذي شنته إيران هذا الأسبوع أو عن أهدافه. We did receive messages from Iran. لقد تلقينا رسائل من إيران وهم تلقوا رسائل منا أيضا، لكن لم تكن هناك أي رسالة لنا أو لأي شخص آخر بشأن الإطار الزمني أو الأهداف أو نوع الرد. كل ما سأقوله إنه منذ بداية هذا الصراع في 7 أكتوبر تشرين الأول كان الرئيس بايدن ثابتا في مواقفه: لا نريد أن نرى حربا مع إيران، لا نريد أن نرى صراعا إقليميا أوسع نطاقا، وسنفعل ما يتعين علينا القيام به للدفاع عن إسرائيل. كيربي أكد أن جميع التقارير التي تزعم أن إيران قدمت إنذارا مبكرا لمساعدة إسرائيل على إعداد دفاعاتها والحد من أي أضرار محتملة عارية من الصحة.
لقد رأيت تقارير تفيد بأن الإيرانيين كانوا يعتزمون الفشل وأن هذا الفشل المحرج كان كله عن طريق التصميم. لقد رأيت أيضا إيران تقول إنها قدمت إنذارا مبكرا لمساعدة إسرائيل على إعداد دفاعاتها والحد من أي ضرر محتمل. كل هذا باطل على نحو قاطع. لقد فشل هذا الهجوم لأنه هزم على يد إسرائيل والولايات المتحدة وتحالف من الشركاء الآخرين الملتزمين بالدفاع عن إسرائيل. لذلك دعونا نكون مستقيمين، ونظرا لحجم هذا الهجوم فمن الواضح أن نية إيران كانت التسبب في دمار كبير وخسائر بشرية. في هذه الأثناء رأت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم الإيراني كان غير عادي مرتين، من حيث السابقة ومن حيث القوة، ووصفته بأنه الأكثر تركيزا وتنسيقا في التاريخ الأمني العالمي. ونقلت عن الاستخبارات الأمريكية تحذيرها تل أبيب من أن طهران سترد على كل هجوم بجولة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، كما عرضت مشاهد لمكان سقوط أحد الصواريخ الإيرانية على مدرج قاعدة نيفاتيم، مؤكدة أن 4 صواريخ ثقيلة جدا أصابت القاعدة واخترقتها. ووسط انقسام داخلي في إسرائيل حيال الرد على إيران، يجتمع كابينة الحرب الإسرائيلية اليوم مجددا لبحث الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني، بعدما اجتمع الكابينة 3 ساعات أمس لإجراء نقاشات بعد السجالات التي سادت في اجتماعه الأخير. وكان اجتماع الكابينة قد انتهى أمس بطلب من الجيش أن يفحص ويعود بخيارات أخرى للرد. أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة غازي حمد أن الحركة لن تقبله بتجزئة المطالب خلال المفاوضات، وأشار في مقابلة مع الميادين إلى أن الحركة فوجئت بتراجع إسرائيل 10 خطوات إلى الوراء. تجاوزنا مع آخر الوسطاء المصريين والقطريين وقدمنا رؤية، وهم اقتنعوا بأن حماس قدمت رؤية عقلانية. كانت لديهم مشكلة في موضوع الأسرى، قدمنا رؤية مرنة في موضوع الأسرى. حتى قالوا بشكل واضح، حتى الأمريكان والدول الغربية قالت بأن حماس قدمت رؤية منطقية وعقلانية ويمكن أن تقود إلى اتفاق. لكن فوجئنا بعد هذه المرونة التي قدمناها بأن إسرائيل تراجعت إلى الوراء 10 خطوات وتشددت في كثير من القضايا. يعني هي لم تتحدث في المقترح الأخير لا عن وقف إطلاق النار، ولم تتحدث عن انسحاب كامل، ولم تتحدث بشكل واضح عن عودة النازحين. يعني تريد بالفعل أن تبقي حالة الحرب قائمة وحالة التحكم في قطاع غزة، وأن يكون لديها حرية الدخول والخروج وتنفيذ العمليات العسكرية الهجومية ضد قطاع غزة. لذلك نحن رفضنا هذا الأمر رفضا قاطعا، وأصرينا على أنه تكون وثيقة أو ورقة 14 مارس هي المعتمدة لدينا كحركة في أي تحرك تفاوضي يعني مع الأطراف. حمد قال أن الأمريكيين في ورطة وأن مخاوفهم جدية فيما يتعلق بتوسيع الصراع، وأشار لأن الرد الإيراني على كيان الاحتلال حق مشروع وخطوة شجاعة. اليوم الذي يتحرك بشكل معزول هي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، اللي هم بيعتقدوا أنه بضربة لإيران يمكن أن يردعوا دول عربية وإسلامية. أنا أعتقد هذه معادلة مغلوطة، إحنا خرجنا منها من زمان. أصبح لدينا إرادة وقوة وتصميم وقرار بأن نذهب بإنهاء هذا الاحتلال والضغط على الاحتلال مهما كان الثمن. لذلك المعادلة التي تسير بها دولة الاحتلال أو الولايات المتحدة الأمريكية بأن الرد على إيران أو الهجوم على إيران يمكن أن يشكل حالة ردع، أنا أعتقد هذه معادلة مغلوطة. نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد أكد أن المقاومة في موقع قوة، وأن العملية التي نفذتها إيران رفعت معنويات الجميع، وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية ستعطي الضوء الأخضر لرد إسرائيلي محدود لا يؤدي إلى خسائر كبيرة. أن الاحتمالات لا زالت مفتوحة، ونحن الحقيقة تعودنا على الكذب من الإدارة الأمريكية وعلى التضليل من الإدارة الأمريكية، وأنهم كانوا على علم أو أنهم يحاولوا أن يضبطوا الأمور حتى لا تتوسع إلى آخره. أنا رأيي الشخصي أن كل صغيرة وكبيرة يقوم بها هذا الكيان هي بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية وأجهزتها العسكرية والأمنية. بات على الجميع أعتقد أن يفهم أن الأمور رايحة باتجاه أن الولايات المتحدة ستعطي الضوء الأخضر للكيان الصهيوني أن يرد
بحدود لا تستفز ربما إيران، أو بحدود لا توقع خسائر كبيرة إلى آخره. أنا أقول نحن في موقع قوة، وهذه العملية التي قامت فيها إيران رفعت معنويات الجميع، وليس فصائل المقاومة فقط، بل هذا الشعب، الشعب الحقيقة الذي يحتضن محور المقاومة، وبشكل خاص شعبنا في فلسطين المحتلة. عرض مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية على رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن أن تؤدي أنقرة دور الوساطة بين إيران وإسرائيل. يأتي ذلك في ظل التوتر الكبير الذي تشهده المنطقة والخشية من تصاعد الأزمة وتوسع رقعة الحرب. أي دور يمكن أن تؤديه أنقرة؟ وما حدود تأثيرها في القوى الإقليمية؟ التفاصيل في تقرير عمر كايد. منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حاولت تركيا أن تدخل على خط الوساطة لوقف إطلاق النار، لكن محاولات أنقرة المتكررة لم تلقى آذانا صاغية، ولم تحظى بأي قبول من الجانبين الإسرائيلي والأمريكي. والسبب هو اهتزاز الثقة بين أنقرة وتل أبيب، ورفض واشنطن ومعظم الدول الغربية وقف إطلاق النار. تركيا هدفها الرئيسي هو أن لا يكون هنالك امتداد واتساع رقعة الحرب في المنطقة، وأن تمنع أن تحدث هنالك حربا إقليمية خارج النطاق التي موجود به الآن. وهذا طبعا كان قبل أن تبدأ الضربة من قبل إيران باتجاه الكيان الإسرائيلي. اللافت هذه المرة هو مبادرة واشنطن إلى التواصل مع أنقرة، حيث عرض مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز على رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن أن تقوم بلاده بدور الوساطة بين إيران وإسرائيل. تركيا من جهة عضو في حلف الشمال الأطلس الناتو، وعلاقاته متينة مع دول الغربية، ومن جهة أخرى علاقات جيدة في مستوى مطلوب مع إيران وأيضا مع حماس. من الطبيعي أن يريدون أن تكون تركيا وسيط بين دول الغربية وبين إيران. وأيضا بالنسبة لقضية فلسطين، رئيس أردوغان مهتم جدا بهذا الموضوع. وفي سياق المبادرات والمواقف والتحذيرات المتتالية، أبلغ وزير الخارجية التركية هاكان فيدان نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين أن الحرب في غزة تكمن وراء تأزم الوضع في المنطقة، وأكد أن الوضع سيتفاقم في حال عدم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة. عمر كايد، إسطنبول، الميادين. المواقف اليمنية الرسمية والحزبية والشعبية توالت مرحبة بالرد الإيراني ومؤيدة حق طهران في الرد على الاعتداء الإسرائيلي على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق. التفاصيل في تقرير أحمد عبد الرحمن. ترحيب رسمي وحزبي وشعبي يمني بالرد الإيراني على إسرائيل، وتأييد واسع لحق إيران في الدفاع عن النفس بأكثر من وعد صادق. وعد وصفت وزارة خارجية صنعاء وحركة أنصار الله بالرد المشروع والقانوني المتوافق مع القانون الدولي والميثاق الأممي. الضربة الإيرانية الأخيرة فرضت قواعد اشتباك جديدة داخل محور المقاومة، وأيضا أوصلت رسائل عديدة أن محور المقاومة ليس لوحده، وأن الدور الإيراني لا يمكن أن يخرج عنها عن 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 الدور الأساسي والمحوري داخل المحور نفسه. أحزاب اللقاء المشترك في صنعاء باركت بدورها الرد الإيراني المباشر، واعتبرته إنجازا استراتيجيا له ما بعده وأولى ثماره المباشرة، كما قالت في بيان لها، كسر هيبة الكيان الغاصب. هي أولا تعني للعالم كامل بأن الغدرسة الصهيونية انتهت إلى الأبد بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا جانب. الجانب الثاني تعلن أيضا بأنه الحق لابد أن ينتصر، وأخواننا في غزة وانتصارات تم العظيمة التي حققها طوال هذه الفترة الطويلة من المعركة المصرية مع الكيان الصهيوني أيضا ستتحقق وستنتصر بإذن الله قريبا. الشارع اليمني هلل للضربة كرد مشروع على قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق. نشكر الجمهور الإسلامي إيران على هذا الضرب للكيان الصهيوني. نبارك العملية البطولية التي قامت بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يوم العيد الحقيقي هو يوم قبل أمس عندي أنا، وكان يوم فرحة
لنا ولكل المظلومين في غزة ولكل اليمنيين وكل الأحرار وكل العالم. وتعتبر هذه الضربات بداية الخير وأول القطرة أول الغيث قطرة، ونتمنى المزيد من هذه الضربات التي قامت بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. مواقف تنطلق من الموقف اليمني الثابت مع غزة والشعب الفلسطيني والمساند عسكريا لمقاومته حتى تحرير كامل أرضه. منذ الوهلة الأولى للضربة الإيرانية المباشرة والمعلنة على الاحتلال، تكون المنطقة والعالم قد ولج مرحلة جديدة كليا، يقول اليمنيون، مرحلة لها معادلاتها العسكرية والاستراتيجية في الصراع. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. الرد الإيراني عبر استهداف إسرائيل بالمسيرات والصواريخ كشف على نحو أكبر الازدواجية الغربية في التعاطي مع المسألة، لا سيما في محاولة التضليل والتعويم والتغطية على حجم هذا الرد. الردع أخفق على نحو هائل، كلمات قالها جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في سياق حديثه عن تعامل واشنطن وتل أبيب مع الهجمات الإيرانية. وعلى رغم محاولات تغييب الحدث الإيراني ووضعه في غير سياقه، فقد أفردت صحف غربية مقالات ينقل بعضها حديث مسؤولين أمريكيين عن أن إسرائيل تفتقد القرارات الاستراتيجية، ومن بين هذه الصحف نيويورك تايمز التي قالت إن إسرائيل واجهت هجوما إيرانيا أكثر تطورا من أي شيء واجهته حتى الآن، وأن الأسلحة المستخدمة ذات مدى أبعد وأكثر دقة من تلك التي استخدمتها حماس وحلفاؤها الآخرون في الأشهر الستة الماضية. أما ويكيبيديا فخصصت صفحة عن هذه العملية التي حملت عنوان وعد صادق. حملات تضليل كثيرة جرت عبر تعويم السرديات وبناء السيناريوهات لسرقة الأضواء من هذا الرد والتقليل من قيمته، وفي هذا السياق تم مثلا ترويج الرد الإيراني على أنه سيناريو ملفق وأشبه بالمسرحية، كما تم اعتماد استراتيجية التبخيس والاستخفاف تزامنا مع التركيز على مشاهد اعتراض الصواريخ والمسيرات والحديث عن عدم وجود أضرار، على رغم المشاهد الأخرى التي وثقها مواطنون عاديون تظهر سقوط الصواريخ في أهدافها المحددة. بينما تظهر صورة من القمر الصناعي التجاري سنتينل هاب إصابتين مؤكدتين في قاعدة نفاتيم الجوية في صحراء النقب، إحداهما في منتصف المدرج والأخرى في مبنى، فضلا عن إصابة ثالثة محتملة في حظائر الطائرات، وهذا ما أكدته القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية. الرد الإيراني كشف ازدواجية الغرب بوضوح، حيث تعاطت وسائل الإعلام الغربية مع الرد الإيراني باعتباره تصعيدا كبيرا في مقابل الاستخفاف بالعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق. محمد عز الدين، الميادين. ميدانيا في غزة تتواصل الاشتباكات العنيفة والقصف المدفعي على شمالي النصيرات وسط قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، وتطلق آليات الاحتلال النار على منطقتي المغراقة والزهراء خلف وادي غزة شمالي النصيرات، وتنفذ أعمال تجريف واسعة من دون أي تقدم جديد. مراسل الميادين أفاد بأن طائرات الاحتلال تستهدف بسلسلة غارات بلدة المغراقة وتجدد القصف المدفعي على المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل برا في بيت حانون شمالي قطاع غزة وسط غطاء ناري كثيف من إطلاق النار وقذائف المدفعية والقصف الجوي. مواقع إخبارية فلسطينية نشرت مقاطع تظهر أصوات الاشتباكات في بيت حانون بعد تقدم آليات الاحتلال نحوها ومحاصرة قواته عددا من مدارس الإيواء في المدينة، أبرزها مدرستا غازي الشوى ومهدية الشوى، كما شهدت مناطق جباليا وبيت لاهيا إطلاق قذائف من قوات الاحتلال لأكثر من ساعتين.
وفي حي تل السلطان غرب رفح جنوب قطاع غزة ارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون من جراء قصف منزل، وقد وصل عدد من الشهداء والجرحى إلى المستشفى الكويتي في رفح من جراء استهداف المنزل، فيما نفذت طائرات الاحتلال الحربية غارات على المغراقة والمخيم الجديد في النصيرات وسط القطاع. للمزيد ينضم إلينا مراسل الميادين في رفح الزميل أحمد غانم. مرحبا بك أحمد. إذن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة غارات بلدة المغراقة، وأيضا هناك تجدد للقصف المدفعي بكثافة على مخيم النصيرات. ماذا عن آخر التطورات فيما يخص هذه الاعتداءات الإسرائيلية وأيضا الأحداث والتطورات المهمة في شمال القطاع؟ محمد، أبدأ من الشق الثاني من السؤال، من التطورات في مناطق شمال القطاع وتحديدا في بيت حانون. الليلة الماضية شهدت تقدما لعدد من الآليات الإسرائيلية التي توغلت في منطقة شرق بيت حانون. عدد من الآليات تقدمت تحت غطاء ناري كثيف من الجو من الطائرات الحربية، وكذلك قصف مدفعي عنيف من الدبابات، وكذلك إطلاق رشاشات ثقيلة من هذه الآليات الإسرائيلية. الآليات تقدمت وحاصرت عددا من مراكز الإيواء التي طبعا الملأ بالنازحين. هذه طبعا الآليات الإسرائيلية أطلقت النار تجاه مراكز الإيواء، حوصرت هذه المراكز، أجبر الرجال على الخروج من هذه المدارس بعد أن خلعوا ملابسهم، وكذلك أيضا نادوا عليهم عبر مكبرات الصوت للخروج. أقام الجيش الإسرائيلي أحد مراكز الاعتقال خلف مدرسة مهدي الشوة التي حاصرها الجيش الإسرائيلي، ونفذ هناك جملة كبيرة من الاعتقالات بحق الرجال قبل أن يدفع النساء والأطفال إلى مغادرة جنوبا، وبالقوة الجبرية إلى مغادرة بيت حانون. الواضح بأن هناك مساع ومرام إسرائيلية لإخلاء بيت حانون بالكامل من سكانها، وهذا ما أكدته لنا مصادر ميدانية. الاحتلال الآن يستعد لتدمير هذه المدرسة، مدرسة مهدي الشوة، أحد مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بعد إخلائها. المصادر الميدانية أكدت بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل عددا من الرجال والنساء والأطفال خلال تنفيذ حملة المداهمة ومحاصرة هذه المدرسة في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة. ميدانيا في بيت حانون محمد أيضا وقع 4 شهداء قبل قليل في استهداف منزل في منطقة بيت حانون يضم عددا من النازحين، ويتواصل القصف المدفعي بشكل عنيف ومركز ومكثف باتجاه مناطق مختلفة من البلدة، من بلدة بيت حانون، بالتزامن مع غارات جوية على مناطق مختلفة من البلدة، وتشهد هذه البلدة تحليقا مكثفا لطائرات الكواد كابتر وإطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية. في جباليا أيضا شهد المحور الشرقي لمخيم جباليا أو بلدة جباليا تقدما للآليات الإسرائيلية. هذا التقدم هو تقدم محدود، الدبابات متواجدة بالقرب من تلة أبو صفية، وذلك بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي المكثف على المناطق الشرقية للمخيم. وصل الشهيد وعدد من الإصابات إلى مستشفى كمال عدوان نتيجة استهداف الجيش الإسرائيلي لمسجد شهداء الفاخورة غرب مخيم جباليا. أما في مدينة غزة فالقصف المدفعي متواصل على الأطراف الشرقية والجنوبية الشرقية للمدينة، وكذلك الأطراف الجنوبية الغربية لتل الهوى والشيخ عجلين. عمليات انتشال الشهداء من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه ما تزال متواصلة، وكذلك أيضا بدأت بعض المخابز بالعمل في مدينة غزة خلال الأيام الماضية، وهو ما سيخفف في الحقيقة من وطأة المعاناة الإنسانية هناك. ولكن رغم ذلك، رغم دخول عدد من المساعدات أو كمية من المساعدات إلى شمال القطاع، إلا أن التحذيرات من المجاعة قائمة، وذلك محمد نظرا لأن الناس لا يمتلكون المال في الحقيقة لشراء احتياجاتهم الخاصة، ولذلك فإنهم يعتمدون بشكل أساسي على ما يدخل من مساعدات طفيفة وقليلة إلى شمال القطاع. في المنطقة الوسطى العملية العسكرية العدوانية الإسرائيلية ما تزال متواصلة على مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين، وتحديدا النواحي الشمالية للمخيم وهي أرض المفتي والدعوة، مناطق المغراقة والزهراء ووادي غزة، والقصف يتركز على هذه النواحي بشكل كبير ومكثف للغاية. ولكن اللافت بأن الجيش يكثف من استخدام طائرات كواد كابتر إسرائيلية في عملية
إطلاق نار وإسقاط قنابل على منازل المواطنين، وهو ما أدى خلال الساعات الماضية إلى وصول أعداد من الشهداء والجرحى إلى مجمع شهداء الأقصى. كان هناك 4 شهداء و13 جريحا وصلوا إلى مستشفى العودة في منطقة النصيرات. قصف إسرائيل استهدف منزلا على المخيم، ووصلت شهيدة وإصابات بتفجير طائرة انتحارية طبعا في أحد المنازل في منطقة منزل أو في منزل عياش في منطقة السوارحة غرب الزوايدة. وطائرات الاحتلال الإسرائيلية استهدفت نازحين قبل قليل قرب مدرسة المفتي في محيط مسجد خالد الخطيب غربي مخيم النصيرات. وأصيب عدد من المواطنين خلال الساعة الماضية في إطلاق النار من قبل مسيرات إسرائيلية باتجاه المخيم الجديد في شمال النصيرات. ودمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلية مربعات سكنية عدد كبير من المنازل في محيط شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات، فيما يستمر القصف المدفعي وإطلاق النار من مسيرات الاحتلال باتجاه بلدتي المغراقة والزهراء وكذلك شمال المخيم. في خان يونس القصف يتركز على النواحي الشرقية للمدينة، فيما تتواصل جهود انتشال جثامين الشهداء المتحللة الذي قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال عملياته العدوانية البرية خلال الأسابيع الماضية. في رفح شهدت رفح غارتين إسرائيليتين استهدفتا منطقة أولا تل السلطان غرب مدينة رفح، أدت إلى ارتقاء 4 شهداء بينهم أطفال ونساء. وكذلك غارة شملت حي الزهور إلى الشمال من مدينة رفح دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. محمد، شكرا جزيلا لك الزميل أحمد غانم مراسل الميادين، كنت معنا من رفح. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن عثوره على مقبرة جماعية لفلسطينيين دفنهم جيش الاحتلال في باحة مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة. ونشر الإعلام الحكومي مقطع فيديو مسجلا للمقبرة الجماعية التي تم اكتشافها في الباحة الأمامية لمستشفى الشفاء، وعثر في داخلها على 10 جثث لفلسطينيين أعدمهم جيش الاحتلال ودفنهم فيها خلال عدوانه على المستشفى الذي استمر حينها 2 أسبوع. تم استكمال العمل في داخل مجمع الشفاء الطبي من أجل العثور على المقابر الجماعية والجثث التي تم دفنها في هذه المقابر. رغم كل الظروف والتحديات الصعبة التي واجهناها في عدم وجود الآليات ولا المعدات ولا أخصائي الطب الشرعي، إلا أننا مصممون على كشف هذه الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين في داخل مجمع الشفاء الطبي. اليوم تم اكتشاف أول مقبرة جماعية. حتى هذه اللحظة تم العثور على 10 جثث تم دفنها أمام قسم الاستقبال في داخل مجمع الشفاء الطبي أمام مبنى الجراحة. هذه الجثث عبارة عن جثث، جزء منها متحلل وجزء منها عبارة عن أشلاء. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح في هجوم للمستوطنين على الأهالي قرب بلدة عقربة جنوب شرق نابلس. شهود عيان أفادوا بأن مستوطنين هاجموا رعاة الأغنام في خربة الطويل وأطلقوا الرصاص باتجاههم، وحين حاول أهالي البلدة التصدي لهم نشبت مواجهات بين الشبان من جهة وقوات الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى. وأكد إسعاف بلدية عقربة أن الاحتلال احتجز جثماني الشهيدين بعد منع الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى المصابين. هذا ونشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات تبعتها اعتقالات طالت صفوف الشبان في بلدة حبلة جنوب قلقيلية وفي مخيم أو في جنين وفي مخيم بلاطة شرق نابلس. تكتم إسرائيلي شديد على خسائر قوات جولاني بعد الكمين النوعي الذي نفذته المقاومة الإسلامية في لبنان على دورية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. المقاومة كانت قد أعلنت تفجير عدد من العبوات الناسفة بقوة تابعة للواء جولاني في منطقة تل إسماعيل على الحدود مع فلسطين المحتلة، فيما اعترف جيش الاحتلال بإصابة 4 من جنوده بينهم حالة حرجة. وأشارت المقاومة الإسلامية في بيان إلى أن العملية جرت بعد متابعة دقيقة وتوقع لتحركات قوات الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية في منطقة تل إسماعيل المتاخمة للحدود. وأضافت أنه عند تجاوز قوة تابعة للواء جولاني الحدود ووصولها إلى موقع العبوات جرى تفجيرها،
ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيل وجريح. نذهب مباشرة إلى جنوب لبنان مع مراسل الميادين هناك علي مرتضى. مرحبا بك علي. أولا نريد أن نعرف منك آخر تطورات الجبهة، كيف بدت الأوضاع صبيحة هذا اليوم، وأيضا بخصوص هذا الكمين المهم والنوعي، يبدو ما زال لهذا الحدث تفاعلات سواء في الداخل الإسرائيلي أو حتى على الحدود. تحياتي محمد. بالفعل يعني لا يزال هذا الكمين يلقي بظلاله على كل الأحاديث العسكرية وكل الجبهة، لا سيما بأننا نتحدث عن كمين محكم. ولكن قبل أن ندخل بتفاصيل هذا الكمين الذي بالفعل تثار حوله العديد من التساؤلات التي ربما يكشفها الزمن بعدما تكشف عنها المقاومة الإسلامية مستقبلا، ولكن دعنا نقول بأننا رصدنا على الجبهة إطلاق نيران مباشرة من لبنان باتجاه هدف إسرائيلي في الجليل الغربي. البداية كان استهداف ومن ثم كان هناك استهداف آخر أيضا، إذن استهدافين لمنطقة أعتقد بأنها في محيط موقع الظهيرة في الجليل الغربي. حتى اللحظة طبعا لم تتبنى إجاء هذه العملية، ولكن إطلاق النار حدث إذن كما قلت بالجليل الغربي في محيط موقع الظهيرة داخل الأراضي المحتلة، وقد حدث مرتين، الفاصل بين كل مرة كان ما يقارب نصف ساعة. هذا بالنسبة للنيران التي رصدناها من لبنان العمليات التي تنفذ من لبنان. أما بالنسبة للاعتداءات الإسرائيلية فحتى اللحظة أيضا لم نرصد أي اعتداء إسرائيلي على طول الجبهة. ولكن كما ذكرت محمد فإن الكمين الذي وقعت به قوة جولاني بالأمس كان يعني هو الأساس وهو الذي تدور حوله الأحاديث هنا في الجبهة مع شمال فلسطين المحتلة، لا سيما بأننا نتحدث بداية عن منطقة تل إسماعيل، هي منطقة محاذية مباشرة للحدود، يعني أمتار قليلة من تل إسماعيل تفصل موقع الظهيرة، وبالتالي هذه المنطقة اللبنانية الوجود فيها يعني زرع العبوات فيها هو بحد ذاته يعتبر مهاما عسكرية أو مهمة عسكرية صعبة للغاية، لسيما بأننا نتحدث عن رقابة إسرائيلية بالطائرات المسيرة وبالكاميرات الحرارية المتطورة التي لا يزال بعضها يعني يعمل وتواظب المقاومة على استهدافها على طول الحدود. هذه القوة التي كانت تتسلل دخلت ما يقارب أمتار إلى داخل الأراضي اللبنانية. الدقيق بهذه العملية بداية هو توقع المقاومين من أين سوف تدخل هذه القوة أولا، هذا يعني بأن هناك رصد طويل لهذه القوة ولحركتها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى يتوقع المقاومون من أين سوف تدخل هذه القوة، يزرعون تشريكة العبوات وينتظرون دخول هذه القوة إلى داخل الأراضي اللبنانية. وبالتالي هذه العملية تعتبر من العمليات التي الصعبة والتي بالتأكيد أن هناك بضع أسرار والعديد من الأسرار التي لا تتحدث عنها المقاومة، ولكن يبقى السؤال كيف عرف المقاومون مكان وموضع دخول هذه القوة، متى حضروا لهذه العملية ووضعوا العبوات، وكيف انتظروا هؤلاء الجنود ويراقبوهم وأدخلوهم ومن ثم فجروا هذه العبوة بهؤلاء الجنود وهذه القوة الخاصة الإسرائيلية التي حاولت تسلل الأراضي اللبنانية. هذا في القسم الأول، ولكن القسم الثاني وهو أيضا مهم للغاية وهو يظهر ويوضح الضعف الاستخباري الإسرائيلي وضعف الرقابة الإسرائيلية، يعني رغم التفوق بالجو، رغم وجود الطائرات المسيرة، رغم وجود الكاميرات الحرارية والأجهزة الإلكترونية التي تلتقط الحركات والحساسات المنتشرة كان الأراضي الفلسطينية وكان حوالي مواقع الإسرائيلية، لم يعلم الجيش الإسرائيلي ما حدث. يعني طبيعة الانفجار لم يعلمه الجيش الإسرائيلي إلا بعدما أعلن حزب الله بأنه قام باستهداف هؤلاء الجنود بتشريكة عبوات، ولكن في الحقيقة إسرائيل أعلنت بأنها في البداية بأن هناك جنود أصيبوا بتفجير لم يفهموا ما هو وانتظروا بيان حزب الله حتى يكشف هذا الأمر. طبعا هذا له العديد أيضا من التحليل الذي بالإمكان أن ندخل به، وهو بالبداية العنوان الأول وهو الفشل الاستخباري الإسرائيلي، يعني عدم قدرة على متابعة الجنود بعد تخطيهم الحدود بأمتار قليلة وعدم قدرتهم على معرفة ما حدث. هنا تظهر قوة المقاومة الحاضرة على النقطة صفر على طول هذه الحدود، وكذلك مكر المقاومة الذي يقوم باستدراج هؤلاء الجنود ويعرف مسار هؤلاء الجنود ويزرع لهم العبوات ويضربهم حينما يدخلون. هذه المحاولة الثانية للاختراق، اختراق الحدود اللبنانية من قبل العدو الإسرائيلي، وهذه المرة الثانية التي تزرع بها عبوات بهذا الشكل ويتم تنفيذ
العبوات. في السابق كان هناك العديد من الكمائن المهمة والراسخة بالعقل اللبناني والتاريخ اللبناني، منها كمين انصارية. كانت المقاومة في هذا الكمين ترى ما تراه طائرات الاستطلاع الإسرائيلية. فهل يملك حزب الله هذه التقنية أو يستخدمها الآن في هذه الحرب؟ ما هو السر الذي يكشفه حزب الله ربما لاحقا، ولكن كيف يتمكن من معرفة خطة دخول هؤلاء الجنود؟ هذا يبقى سرا من أسرار المقاومة. أما الاستهداف بحد ذاته والتحرك العملاني على الأرض والتحرك العسكري فيكشف أريحية كبيرة للغاية لدى حزب الله الذي يضع عبوات. يعني أن يقوم مقاتل محمد بوضع عبوات على نقطة صفر من الحدود، هذا يعني بأنه مرتاح، يستطيع التنقل، يستطيع أن يرصد، ويستطيع أن يتحرك من دون أن يراه العدو. ونجاح العملية ووقوع هؤلاء بهذا الفخ يعني بأن ربما تكون الحدود بأكملها هي عبارة عن تشركة عبوات أمام العدو الإسرائيلي. في البداية هذه رسالة واضحة لعدم التوغل البري وعدم محاولة حتى الاختراق أمتار قليلة باتجاه الحدود اللبنانية، وهذا واضح لدى الإسرائيلي. وبالتالي أيضا على نسق هذه العمليات نرى بأننا بالأمس كنا أمام 5 عمليات غير هذه العملية، هي عمليات اعتيادية لاستهداف تحركات الجنود وانتشارهم. حزب الله دائما ما يطلع طلعنا على تفاصيل العمليات المهمة كعملية الكمين، ولكن تمر باقي العمليات مثلا حينما يقال استهداف تجمع جنود، تمر هذه العمليات ضمن البيان، ولكن هذا بحد ذاته أيضا يظهر قدرة رصد وقدرة إصابة مباشرة. إلا أن تبقى لفكرة العبوات وتفجير العبوة بالجنود أهمية خاصة ولها مميزاتها الخاصة، لسيما بأننا نتحدث عن عملية استخبارية، عملية استدراجية، عملية تتوقع فيها دخول العدو وتدخل إلى نقطة أنت تعلم بأنه سوف يدخل منها وتزرع له العبوات وتفجرها. وبالتالي بالطبع هذه العملية العسكرية سوف ترسخ بأذهان العدو الإسرائيلي، وسوف يكون لها تداعياتها وبصمتها على مسار العمليات العسكرية التي تنطلق من لبنان باتجاه المواقع الإسرائيلية. شكرا جزيلا لك الزميل علي مرتضى على هذه المعلومات، مراسل الميادين من جنوب لبنان. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني أهمية العمل معا من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامهما بالشراكة الاستراتيجية الدائمة بين البلدين. وأعلن الطرفان في بيان مشترك عن مناقشتهما مستقبل الشراكة الأمنية الثنائية وضرورة إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، إضافة إلى دعم واشنطن لتعزيز علاقات العراق بالمجتمع الدولي إلى جانب مواضيع الطاقة والبيئة والاقتصاد والمالية. منعطف مهم تمر به العلاقات العراقية الأمريكية في ظل التطورات الإقليمية، منها ما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في العراق والتباين في وجهات النظر بشأن عدد من القضايا، عناوين تصدرت لقاء رئيس الوزراء العراقي الرئيس بايدن في البيت الأبيض. بروح الصراحة والشراكة قد نختلف في بعض التقييمات للقضية الموجودة حاليا في المنطقة. بدوره عد بايدن الشراكة مع بغداد مهمة ومحورية لكلا البلدين والمنطقة والعالم. الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق بالغة الأهمية، وشاهدنا على مدى العقد الماضي كيف عملت قواتنا معا على هزم داعش. وبينما تريد بغداد أن لا يتحول العراق إلى ساحة للصراعات الإقليمية، فإنها تأمل وضع جدول زمني لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي هناك. داعش لا تشكل تحديدا كبيرا على عموم الوضع العراقي، انطلاقا من ذلك بالتفاهم طبعا بتقييم العسكر جدا مهم، يجب أن نذهب باتجاه ترتيب الوضع العراقي وترتيب العلاقات والخروج من إنهاء مهمة التحالف الدولي. في المقابل فإن الرغبة الأمريكية تتركز على حث العراق على المضي في خطط الاكتفاء في مجال الطاقة وزيادة استثمارات الشركات الأمريكية في مختلف المجالات وعلى رأسها القطاع النفطي. ويبدو أن هناك رغبة لدى الولايات المتحدة والعراق في تأجيل بث القضية الخلافية بشأن الوجود العسكري الأمريكي فيه وإحالتها إلى اللجنة العسكرية المشتركة لمراجعتها خلال الأشهر المقبلة. محمد كريم، واشنطن، الميادين. بهذا تكون النشرة قد انتهت. لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. في أمان الله.